ودلوقتي تعالوا نروح نتعرف على آراء إحدى المشاركات في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم ورد فعلها على الجلسات ومناقشة الملفات المختلفة. على هامش فعاليات منتدى شباب العالم بيسعدنا ان ينضم الينا باتريشا من اوغندا وهي احدى الحضور هنا في منتدى شباب العالم. We're very delighted to have you with us here. اننا ننهي اعمال منتدى شباب العالم، ما هو انطباعك عن هذا المنتدى؟ شكرا جزيلا على منحي هذه الفرصة، وبالنسبة لي أعتقد أن منتدى شباب العالم هو مكان الأمل، وكان العامان الماضيان يتميزان بصعوبة شديدة، وكان من الصعب احتواء هذا الوضع. كنا في مكان واجتمعنا سويا وناقشنا كل التعليقات الإيجابية والدروس المستفادة. وإذا ما سألتيني عن انطباعاتي حول هذا المنتدى فأستطيع القول أنها جميعها إيجابية، وكنت سعيدة جدا حيث التقيت مع شباب لديهم توجهات مختلفة، لأن الشباب دائما متفردين ولديهم مشاكل مختلفة. إذا هذه المنصة منصة فريدة ومؤثرة ولم أرى مثلها من قبل في أي مكان. ما هي الجلسات التي كنت مهتمة بحضورها؟ بالنسبة لي وبشكل شخصي كنت مهتمة جدا بجلسة محاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أولا لأن كان بها الكثير من الشباب الذين كانوا يتحدثون عن القضايا والمشكلات التي مرت بهم في بلادهم، وكنا نقدم لهم حلولا وتوصيات مختلفة. هذه كانت طريقة جيدة للشباب لكي يعبروا عن أنفسهم، وكنا سعداء جدا بوجود من ينصت لنا. لذا وجدت هذه الجلسة مؤثرة جدا وتعلمت منها الكثير. وأنا من أوغندا والتقيت مع شباب من جنسيات مختلفة وطرحنا قضايا مختلفة وكنت سعيدة جدا. ما هي الأشياء التي تعلمتيها؟ تعلمت كيف يتم عمل مثل هذه النماذج وكيف يتم التحدث داخل أروقة الأمم المتحدة. اكتسبت أيضا بعد الخبرات الدبلوماسية، ونحن كشباب نفضل القيام بالأشياء بالطريقة التي نحبها، ولكن تعلمت أنه يجب حينما نتحدث مع القيادات ومن يتمتعون بمناصب رفيعة فإن هناك طريقة وأسلوب يجب استخدامهما لجعل ما تطرحه مقبولا. كان هذا هو أهم شيء بالنسبة لي، وأيضا تعلمت اكتساب بعض المهارات. قد نكون مختلفين في اللون أو في الثقافات التي ننتمي إليها، لكننا في النهاية شعب واحد. ما هي الرسالة التي تريد أن توجهيها للشباب في هذه المناسبة؟ حسنا، شكرا جزيلا. رسالتي هي إذا ما كنت شابا فإنه يجب أن يكون لك فعلا، وحضوري إلى هنا ألهمني بأشياء كثيرة ستساعدني حينما أعود إلى بلدي. ولكنني لاحظت أيضا أن الشعب المصري بشكل عام يحب العمل التطوعي، فحينما وصلت إلى المطار وجدت هناك الكثير من الشباب لمساعدتنا ودعمنا، وحتى الآن وعلمت أيضا أنهم جميعهم متطوعين ولديهم الشغف بما يقومون به. شكرا جزيلا لك باتريشيا، جزيل الشكر لك. يعني مشاهدينا كانت معنا باتريشيا من أوغندا وهي إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم.